الرمضاني سنة 2022 تنظم جمعية آفاق للثقافة والرياضة فرع سيدي سليمان قافلة طبية صحية متكاملة في نسختها 17 على التوالي، وتكريما لروح الفقيد عبد الحق أزواق والتي شملت قياس داء السكري والضغط الدموي من تأطير الهلال الأحمر والدكتورين محمد رزقي ومحمد أمين البوعزاوي، مشكورين على مجهوداتهم. تخصص طب الإدمان في إطار العمل مؤسستي مع شراكة ديال المجتمع المدني المتمثل الآن في جمعية آفاق مع إخوان ديال الهلال الأحمر المغربي، نقوم بديبيستاج بالنسبة للسكري، يعني تحاليل تحريات، و نأخذ لاتونسيون تنكتشف عدة حالات ديال السكري اللي هي كانت مجهولة، وفي نفس الوقت تنعطيو نصائح وتنعطيو يعني تتبع بعض الحالات اللي هي يعني عندها السكري من قبل ولا عندها التونسيون، فتدخل نصائح شخصيه الانسان واش يصوم واش ما يصومش، او لا يتقدم يدير شي تحليلات اخرى، او لا يشوف طبيب اختصاصي. هذا تنشكر الجمعيه على هذا المجهود. الجمعيه يعني عندها نشاط اسبوعي كل سبت، تمكننا باش نشوفوا اليوم ربما في 150 واحد، الارقام ربما مازال في تصاعد، والله ولي التوفيق.